السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم، محاضرة جديدة اليوم. قبل أن أبدأ إن شاء الله، بس أتأكدوا لي صوتي واضح يمكم. تمام، واضح الصوت. كالعادة أريد تسجلون الأسامي الثلاثية، لأن الحضور راح يكون على أساسها. نأكد كل مرة على تسجيل الأسماء الثلاثية، ما يكفي إنه بس تحضر، لازم تكتب اسمك الثلاثي، لأن التسجيل الحضور راح يكون على أساسها. فالكل يكتب اسمه الثلاثي بالقسم الشات حتى تتسجل أساميكم يمنا. تمام، فنبدأ اليوم محاضرتنا إن شاء الله، اللي هي راح تكون على المايوسيز. مايوسيز القسم الثاني أو النوع الثاني من الانقسام الخلوي. احنا بالمحاضرة السابقة حكينا على النوع الأول اللي هو مايتوسيز. قلنا أكو نوعين من الانقسام تحدث في الجسم، اللي هي المايتوسيس حكينا عليه بالمحاضرة السابقة، and مايوسيس اللي هو راح نحكي عنه اليوم. أعتقد المحاضرة راح نقسمها لأنها طويلة، فراح نقسمها قسمين. ناخذ اليوم نحكي على المايوسيس، والتكملة نكملها الأسبوع القادم. فنجي على المايوسيس. قبل لا نبدي فد انترودكشن على اللي اخذناه سابقا، بس نتذكره. هذا مر علينا. Alright. سيلز، عرفنا ان خلايا الجسم تتقسم الى نوعين، اللي هي قلنا سوماتيك سيلز، they contain the diploid number of chromosomes، الخلايا الجسميه، واللي تحوي على 46 كروموسوم او رمزنا لها 2N. قلنا هي تشمل اكثر انواع الخلايا بالجسم. So these are the somatic cells. وعرفنا السوماتيك سيل تنقسم by mitosis. النوع الآخر من الخلايا اللي هي sex cells or the gametes، الأمشاج، أو أيضا تسمى haploid، أو they have haploid number of chromosomes اللي هي بها 23 كروموسوم، أيضا نزلها 1N. And we know that there are two types of cell division، اللي هو mitosis. وعرفنا بالميتوسيس كل خلية تنطيتون daughter cells identical، متشابهتين ومشابهتين للخلية الأم اللي اجوا من عندها. هاي بالميتوسيس. الميوسيس راح نجي نشوفه، كل خلية تنقسم راح تنطينا أربع خلايا. It occurs in the germline cells، اللي هي haploid، تشمل لنا sperms، the sperms النطف in the male and ova in the female. إذا عملية الانقسام الاختزالي يسموه بالعربي أو الميوسيس، it occurs in the germline cells، في خلايا الأمشاج، including the sperms and ova، and every cell divides to produce four
هنا راح تكون جينيتيكلي ديفرنت، الخلايا الناسجه المحتوى الوراثي يختلف عن بعض، هو ككميه متساوي اللي هو قلنا 23 كروموسوم، بس هل انه الاليلز متشابهه بكل الخلايا؟ لا طبعا، راح نجي نشوف اثناء المحاضره راح يصير جينيتيك فاريشن لهذا تخلق الاختلافات بين البشر. So they are genetically different. Okay. عرفنا diploid cell has 23 chromosome pairs and 23 زوج من الكروموسومات اللي هو عرفناهم رقمها من 1 إلى 22، وهاي ال 22 زوج سميناهم autosomal chromosomes أو autosomes، و and one pair of sex chromosomes اللي هم either XX in the female or XY in the male. Alright. For every chromosome، أيضا يعني هاي بعض الحقائق نعرفها، احنا محاضرة الكروموسوم ما أخذناها بعدنا، فشوية نستعرض بعض المعلومات لأن مهم أثناء المحاضرة نعرف شنو الهومولوجوس كروموسوم. هومولوجوس كروموسوم احنا قلنا من كل كروموسوم الخلية السوماتيك سيل بها 23 زوج، 23 زوج من الكروموسومات من 1 إلى 22 سميناهم الأوتوسومال كروموسومز and one pair of sex chromosome either XX or XY. هاي الأزواج pairs لكل كروموسوم يعني أكل two copies أو pair نسختين، وحدة تجي من الأم ونسخة تجي من الأب، فهاي الكروموسوم اللي هم يسموهم هومولوجس كروموسوم او هومولوجس اللي هي النسخة من كل كروموسوم، واحدة من الام واحدة من الاب، فيسموهم هومولوجس كروموسومز. So one of the copies come from the mother and the other copy comes from the father. Homologous chromosomes have alleles for the same genes at a specific location. إذا هاي تحمل يعني مكان الجينات بها نفسها بهاي الهومولوجوس كروموسوم، هسه شوي بالصور تتوضح أكثر. عندنا every gamete اللي هي either sperms or ova have one copy of every autosomal chromosome. إذا ال gametes نتيجة الميوسيس راح تنتج إنه كل خلية sperm or ova has one copy only، لأن قلنا 1N، فبيها من كل كروموسوم one copy in addition to one sex chromosome. In the ova دائما ال sex chromosome هو X، في حين in the sperm قد يكون either X or Y. يعني منطقيا راح يصير بيها 23 كروموسوم بالأوفا، 23 كروموسوم and in the sperm 23. حتى بعدين من يصير fertilization عملية الإخصاب between an ovum and the sperm راح يرجع لنا العدد 46 اللي هي تنتج الزايغوت أو البويضة المخصبة، وتبدأ بالانقسام حتى تكون لنا الجنين. فلهذا مهم in meiosis انه العدد يتنصف يصير 23 حتى يحافظ تحافظ الكائنات على عدد
كروموسومات بالخلايا من جيل إلى جيل، ما يتضاعف. إذن الميوسيس is important to maintain the chromosomal number. فنشوف هنا عندنا this is the human karyotype. human karyotype معناته كل الكروموسومات في خلية واحدة نسميها karyotype human karyotype. اوكي فاذا نشوف هاي، يعني هاي كل المحتوى كل الكروموسومات في خليه واحده، عرفنا انه عندنا 23 زوج من الكروموسومات، 22 زوج هم اللي يسموهم اوتوسومال كروموسومز او اوتوسومز، هاي مرقمين من 1 إلى 22. ونشوف انه من كل كروموسوم، مثلا كروموسوم رقم 1 رقم 2، اكو 2 كوبيز نسختين، one comes from the mother and the other from the father. اذا من هاي بالسوماتيك سيرجن نحكي انه كل خليه بيها من كل كروموسوم 2 كوبيز، فينتج عندنا بالنتيجه 46 كروموسوم اللي هم 44 كروموسوم autosomal chromosomes أو 22 زوج and one pair of the sex chromosome. وهاي اللي قلنا الهومولوجوس كروموسوم، انه من كل كروموسوم اكو 2 كوبيز، واحدة هاي من الكوبيز comes from the father and the other copy comes from the mother. وهذا اللي سميناهم هومولوجوس كروموسوم. هاي يعني هسه مثلا هذا كروموسوم 15، هذول الهومولوجوس كروموسومز اللي هو من الام ومن الاب. الجينات بها مواقعها ثابته، يعني اذا هنا اجينا مثلا هذا الكروموسوم باترنال، يعني باترنال يعني جاي من الاب، هو ماترنال جاي من الام. فاذا اخذنا الباترنال كروموسوم ولقينا هنا مثلا الجين المسؤول عن اي كلر، بالهومولوج مالته اللي هو من الام جاي ايضا نفس الجين راح نلقاه بنفس المكان، بس قد تكون الصفه اللي يحملها مثلا مختلفه. هذا يحمل صفه مثلا لون العيون الزرقاء، هذا يحمل لون العين البنيه الى اخره، بس كمكان الجينات هي ثابته وراح نلقاها نفسها على الهومولوجس كروموسوم. ايضا هنا هومولوجس كروموسومز، فنشوف الحروف نفسها بما معنى انه الجينات او السيكونس اوف بيسز راح تكون او الجينات الموجوده هي نفسها in the maternal and paternal chromosomes. بعد هاي المقدمه وبعد هاي المعلومات والحقائق نجي نحكي على الميوسيس. So meiosis, it occurs in the germline cells during the process of gametogenesis. Gametogenesis يعني عملية تكون الأمشاج. So the meiosis occurs in the germline cells only. The chromosome number is halved or reduced from the diploid to n to haploid number أو نزلة 1n. إذن بعملية الميوسيس الخلايا الناتجة راح تحمل نصف العدد اللي هو 23 كروموسوم. Meiosis is important to maintain the diploid number from one generation to another. قلنا على مود بعدين من يحصل الفرتلايزيشن الاخصاب يرجع العدد اللي هو 46، انه ما يتضاعف. لا، لو فرضنا انه ما جاي تتنصف الخلايا، الاوفم بها 46 والسبيرم بها 46، من راح يصير فرتلايزيشن هنا العدد راح يتضاعف. فحتى لا تحدث هاي الحاله الميوسيس، دور الميوسيس انه يحافظ على عدد الكروموسومات من جيل الى جيل، انه دائما يبقى العدد الصحيح.
So the during the process of fertilization, the ovum and the sperm meet, and their nuclei fuse to damage nauatin to restore the deployed number of chromosomes in the fertilized ovum or the zygote. راح نيجي نشوف ان الميوسيس consist of two successive cell division بعمليتين انقسام اللي هي نطلق عليها ميوسيس 1 and ميوسيس 2. In general راح نشوف انه اكثر التشينجز التغيرات هي مشابهه للميتوسيس ما عدا بعض الفروقات اللي راح نجي عليها اثناء المحاضره. إذن قلنا we have two divisions سميناهم meiosis 1 and meiosis 2, and each of these division has four phases اللي هم prophase, فعندنا راح يكون prophase 1 and prophase 2, metaphase 1 and metaphase 2, anaphase and telophase 1 and 2. إذن نفس الأطوار اللي شفناها بال ميتوسيس همين هنا أيضا ميوسيس يقسم إلى هذه الأطوار اعتمادا على الكروموسومال تشينجز مثل ما راح نشوف. هنا أكو شيء يصير ما شفناه ما موجود بالميتوسيس, يصير عملية يسموها الكروسينج أوفر أو ريكومبينيشن نجي عليها, تحدث during prophase 1 يصير recombination اللي هو شنو راح يصير between non-sister chromatids. احنا عرفنا انه من كل كروموسوم اكو two copies بالبداية من الام ومن الاب, فحتى لا ينقل مثلا للابن او للزيجوت الكروموسوم كامل من الام او كامل من الاب بحيث انه نفس صفات الام كلها تنقل الى الجنين وبالنتيجة الأبناء, فاللي يصير إنه الهومولوجوس كروموسوم راح يصير بيهم أشبه بالاقتران يسموه ترايد, ويصير بيناتهم كروسينج أوفر راح تتبدل قطع بين ال paternal and the maternal homologs between the homologous chromosomes, يتبادلون القطع بحيث ينطون كروموسومات جديدة. الكروموسومات هاي تحمل صفات من الأم ومن الأب, هاي العملية يسموها crossing over أو recombination مثل ما راح نشوفها. بس قبل لا يبدأ الميوسيس, the precursor cell undergo normal mitotic division to proliferate and increase in number. The precursor cell يعني هي الخلية المنتجة مو رأسا تدخل على الميوسيس, يتضاعفون بالبداية عن طريق الميتوسيس الاعتيادي, هدفه هنا تكثيرها, تكثير الخلايا المولدة أو الخلايا المنتجة the precursor cell, وحتى لا تخلص دائما ينقسمون بالبداية by mitosis, بس بعدين من تصير تريد تروح بعملية الماتوريشن راح تمر بالميوسيس. Just like in somatic cell, germline cell passes through the different stages of interphase of the cell cycle before entering the meiotic phase. إذا همينة بالبداية تكون تصرفها like somatic cell, هاي اللي هي قلنا the precursor cells, الخلايا المولدة أو الابتدائية. Cellular organelles including centrosome, نفس changes اللي تصير بالميتوسيس in the somatic cell هنا بالبداية تصير. إذا قلنا الهدف من هذا الميتوسيس إنه تتكاثر هاي الخلايا ولا تخلص من الجسم فتتضاعف أو تكثر نفسها عن طريق الميتوسيس, إذا هم يحدث بها ميتوسيس. بس بعدين during maturation process من تريد تصير خلايا ناضجة راح تمر بعملية الميوسيس. أيضا راح يصير chromosome duplication بالبداية in the interphase
انترفيس 1 يصير الدوبليكيشن بالحقيقه او الدي ان اي ريبليكيشن مره واحده. احنا عندنا انقسامين مو قلنا مايوسيس 1 اند مايوسيس 2. ف الدي ان اي دوبليكيشن راح يحدث مره واحده اونلي ان مايوسيس 1 او during the S phase of meiosis 1. قبل لا تبدا الميوسيس راح يحدث او الكروموسوم يصير بها ريبليكيشن او دوبليكيشن، بحيث بالنتيجه كل كروموسوم متكون من تو سيستر كروماتيدز. هاي ستيل ان انترفيز 1 تحدث مره واحده فقط قبل الانقسام الاول. ونجي بعد هاي المقدمة نجي على الميوسيس 1. In a prophase 1 عرفنا ان الميوسيس 1 and 2 كل واحد يتقسم الى 4 phases. فان prophase 1 هنا راح تبدأ the chromosome start condensing ايضا مثل ما شفنا بالميتوسيس، ان هي نفس changes تقريبا ما عدا بعض الفروقات، لهذا راح نركز اكثر على الفروقات. The homologous chromosomes each consist of two sister chromatids، لان عرفنا ان الكروموسوم صار ب replication قبل لا تبدا الميوسيس. هنا ال homologous chromosome وال pair راح تجي تقترن ببعض، and each consists of two sister chromatids paired together for crossing over. حتى يحدث هسه هاي نشوف عملية recombination or the crossing over، يجون كل كروموسومين two homologous chromosome، يعني إذا هذا كروموسوم رقم 5 هذا أيضا رقم 5، يعني تبادل القطع راح تكون between the homologous chromosomes only، مو انه يجي رقم 3 ويصير ريكومبينيشن ويا رقم 7، لا. فالريكومبينيشن between the homologous chromosomes. Nuclear membrane breaks down. Nuclear membrane breaks down مثل ما جاي نشوفه. ينحل النيوكليير membrane and the centrosome move to opposite poles مثل ما شفنا بالميتوسيس. The spindle form وعرفنا وظيفة السنتروسوم and the spindle هو لفصل الكروموسومات. فنشوف هنا هاي عملية DNA replication recombination، هذول homologous chromosomes كل واحد متكون من two chromatids، لهذا أحيانا يسموها تتراد، تتراد يعني رباعي، يعني متكون من four sister chromatids. فاللي يصير راح تصير exchange of pieces of DNA between the two homologous chromosome. ما إذا هذا واحد من الأم واحد من الأب، نشوف الناتجين راح يكون بأجزاء من الأم ومن الأب، بس يبقى إنه كل كروموسوم بالمادة الوراثية كاملة، يعني بكل الجينات، بس راح يصير بعض الجينات جاية من الأم وبعضها جاية من الأب. هاي قلنا فائدتها والهدف منها أنه خلق الـ variation in the children or in the offspring في الذرية، أنه ما يكونون نسخ بالضبط لو من الأب لو من الأب أو من الأم. فهاي فائدة الـ recombination. So during prophase 1 homologous chromosome pair forming tetrads رباعيات هاي جاي نشوفها to exchange genetic material between non-sister chromatids، لأن احنا عندنا sister chromatids هما نسخة واحد نسخة من الثاني، فما يفيد ما أو ما يعني ما راح يغير شيء إذا صار بين sister chromatids، اللي راح يصير between non-sister chromatids of the homologous chromosomes، بحيث الكروموسومات الناتجة راح تكون بها مادة مأخوذة من الأم ومادة من الأب.
The crossing over أو إحنا يسموها synapses أو chiasmata كلها نفس المعنى تقاطعات يعني هاي التقاطعات between non-sister chromatids form and segment of segments of chromatids are exchanged between these non-sister chromatids. This event is important in creating genetic diversity in the offspring. إذا قلنا الهدف منها هو خلق الاختلافات أو التغيرات بين الاختلافات بين الإخوان وأنه ما يكون كل شخص نسخة أما عن أمه أو أبوه. هاي هدف الريكومبينيشن. ونشوف هاي صورة التترات الباترنال لوج ماترنال هومولوج كل واحد متكون من تو سيستر كروماتيز. ونشوف الاكسشينج هاي الكترون مايكروغراف نشوف شلون تحدث عملية الريكومبينيشن أو كروسينج أوفر. كروسينج يعني تقاطع. So this is the process of crossing over. صور مختلفة سأعتقد صارت مفهومة إنه between homologous chromosomes راح يصير التبادل. قلنا هذا يحدث في prophase 1. أحيانا prophase 1 يقسموه إلى همين أطوال مو كثير تهمنا اللي هو ليبتوتين زيجوتين إلى آخره فاشيتين ما كثير تهمنا بس أحيانا يقسم البروفيز إلى هذه الأطوار. ورا البروفيز 1 راح تدخل الخلية إلى ميتافيز 1 ما راح تجي الكروموسومز تترتب على الميتافيزيال بليت. الميتافيزيال بليت راح تترتب عليه الهومولوجوس كروموسوم أو the chromosomes and attached to the mitotic spindle at their centromere. Paired homologous chromosomes line up at the metaphysial plate. نشوف هنا بالميوسيس 1 راح ينفصلون الهومولوجوس كروموسومز يعني سيستر كروماتيد ما ينفصلون بالبروفيس سوري بالميوسيس 1 انما راح ينفصلون الهومولوجوس كروموسوم بحيث كل خليه ناتجه راح تاخذ واحد من الهومولوجس يعني اذا هذا رقم 5 مثلا هاي راح تاخذ واحد وهذا الخليه تاخذ الثاني كروموسوم 7 هاي كل خليه تاخذ واحد الى اخره. فان ميتا ان مايوسيس 1 راح ينفصلون الهومولوجوس كروموسومز بس كل واحد باقي متكون من تو سيستر كروماتيدز. هنا نشوف the centrosomes and the opposite poles. Nuclear membrane ماكو بعد disappear during meiosis يختفي مثل ما شفنا أيضا بالميتوسيس همينة يختفي. The pool each chromosome phase is random يعني random يجي يعني هل هو maternal or paternal randomly راح يتوزعون على الخليتين بس شرط انه كل خليه لازم تاخذ كروموسومات كامله من 1 الى 22 بلس 1 سكس كروموسوم لازم يكون بها عدد كامل اللي هو من 1 الى 22 اضافه الى سكس كروموسوم. هسه الماتيرنال او الباتيرنال راح يتوزعون راندوملي على هاي الخليتين. اذا بالمايوسيس 1 راح ينتج لي خليتين. أنا فيز 1 الانفصالي الأول راح تبدأ الميتوتيك سبندل by shortening أو the microtubule start contracting تبدأ بالتقلص وراح تسحب لنا الهومولوجوس كروموسوم. هومولوجوس كروموسوم separate in أنا فيز 1 أو in meiosis 1 الهومولوجوس كروموسومز راح ينفصلون.
بس كل واحد still consist of two sister chromatids. هذا نشوفه هنا كاتب sister chromatids remain attached. فبالنتيجة كل خلية راح تأخذ 23 كروموسوم. So the two chromosomes each consist of two sister chromatids of each homologous pair separate and move toward the opposite pole. Sister chromatids remain attached. بعدهم متصلين. احنا بالميتوسيس شفنا بالأنافيز بعد هو بي بس أنافيز واحد السيستر كروماتيدز انفصلوا. هنا لا ان مايوسيس 1 او أنافيز 1 الهومولوجوس كروموسومز هم اللي راح يتوزعون على الخليتين الناسجتين. تيلوفيز اند سيتوكاينيسيس بعد هنا راح توصل الكروموسومز تو ذا اوبوزيت بولز ويبدأ السيتوبلازم بالانقسام بالسيتوكينيسيس يرجع النيوكليير ممبرين يتكون ويبدأ لنا السيتوبلازميك ديفيجن نيوكليير ممبرين ستارتس فورمينج اراوند ايتش سيت اوف كروموسومز وكل خلية ناتجة راح يكون بيها 23 كروموسوم 23 كروموسوم بس كل واحد متكون من تو سيستر كروماتيدز كل واحد متكون من two sister chromatids. Meiosis 2 إذا هاي ال steps أو ال phases شفناها meiosis 1 أيضا meiosis 2 هم راح نشوف بها هم phases أطوار. So after meiosis 2 بس هنا الفرق إحنا قلنا قبل لا يبدأ meiosis 1 أكو DNA duplication or replication يعني الكروموسومات صار بيها duplication هنا between meiosis 1 and 2 بعد ماكو DNA replication يعني ما تضاعف بعد الكروموسومات بس كل خلية بيها 23 كروموسوم بس كل كروموسوم متكون من 2 sister chromatids هنا بعد ماكو replication or DNA replication رأسا راح تبدأ أو راح تنفصل عندنا sister chromatids. So each chromosome consists of two sister chromatids. The nuclear membrane forms around each set of chromosome. Chromosomes are relaxed. إذا راح ترجع الخلية إلى وضعها قبل الانقسام. Mitotic spindle breakdown and the cell enter brief interphase stage. إذن قلنا there is no DNA synthesis and no chromosomal duplication occur in the interphase between meiosis 1 and meiosis 2 وراها ورا ما كمل meiosis 1 راح تبدأ الانقسام الثاني اللي هو meiosis 2 أيضا بنفس الأطوار اللي هي prophase 1 2 sorry راح ترجع the chromosome start condensing again the mitotic spindle or the spindle tubules start forming and the nuclear membrane disintegrate لأن قلنا راح يتكون ورا ما يخلص meiosis 1 فيرجع أيضا يتحطم or disintegrate in meiosis 2 metaphase 2 هنا راح تجي بعد ما عندنا هومولوجوس كروموسوم انفصلوا راح تجي الكروموسومات بس عندنا 23 كروموسوم مو زوج 23 كروموسوم كل كروموسوم متكون من تو سيستر كروماتيدز هنا راح تجي الكروموسومز ال 23 راح يتوس او يصطفون on the metaphasal plate the centromeres reach the opposite poles كل واحد بي هاي الميتوتيك سبندل and the mitotic spindle attached to the centromere of the chromosome each chromosome consists of two sister chromatids attached to the spindle microtubules by the centromeres and individual chromosomes line up on the metaphasal plate إذن راح يكون عندنا 23 كروموسوم بالميوسيس أو بالميتافيز 2 أنا فيز 2 هنا راح تبدأ الميتوتيك سبندل كونتراكتينج أو شورتينينج تتقلص
وبما انها مرتبطه بالسيستر كروماتيد او بالكروموسومز at the centromere، فهنا راح تفصل لنا السيستر كروماتيد، فراح كل خليه تاخذ 1 سيستر كروماتيد من كل كروموسوم. احنا عندنا 23 كروموسوم، فراح يصير بيها همين 23 سيستر كروماتيد. هنا بس ينفصلون السيستر كروماتيد، بعد كل واحد تسميه كروموسوم، فكل خليه ناتجه اخذت 23 كروموسوم. The sister chromatids separate. Each one is an individual chromosome now. بس ينفصلون من السنترومير، بعد كل واحد يصير كروموسوم بحد ذاته. Telophase 2 توصل الكروموسومز to the opposite poles. رجع لنا spindle breakdown. Nuclear membrane reforms. يرجع يتكون. And the cytokinesis. نشوف الانقسام للسيتوبلازم. فبدت عندنا خلية واحدة قبل المايوسيس 1، يعني قبل لا تدخل بالمايوسيس كانت خلية واحدة، انقسمت الانقسام الأول نتجت لنا 2 سيلز، بعدين الانقسام الثاني كل واحدة من هاي الخليتين تنقسم، فكل واحدة تنتج 2، يعني المجموع راح يصير من خلية واحدة انتجت لنا 4 خلايا اللي هما هابلويد. So at the end of meiosis 2, 4 haploid cells are produced from 1 diploid cell. إذا بدينا بخلية واحدة diploid cell بها 46 كروموسوم، كل كروموسوم متكون من 2 sister chromatids. انقسمت الانقسام الأول meiosis 1، انتجت لنا خليتين كل واحدة بها 23 كروموسوم، وكل كروموسوم متكون من 2 sister chromatids. بعدين كل واحدة من هذول الخليتين انقسمت الانقسام الثاني أو meiosis 2، هنا انفصلوا السيستر كروماتيد، كل خلية اخذت 23 كروماتيد أو قلنا نسميه كروموسوم. فهذا summary، هذا meiosis 1. شوف ال changes اللي حكيناها. فبنهاية meiosis 1 تكونت لنا 2 cells، كل واحدة تكون haploid أو بها 23 كروموسوم. بعدين كل واحدة من هذول الخليتين راح تمر بالميوسيس 2، هاي الشينجز اللي حكيناها، بحيث بالنتيجة راح تتكون لنا 4 خلايا كل واحدة بها 23 كروموسوم. فنشوف شلون تنصف العدد من 46 إلى 23 كروموسوم. أيضا هذا صورة ثانية بها شوية أوضح changes وتأشيرات. هذا الحكي اللي حكيناه، هذا summary إلي أو review to the changes that occur in meiosis. عندنا meiosis 1 and meiosis 2. شوف كل meiosis 1 متكون من 4 phases، وهاي changes اللي حكينا عنها. فبنهاية meiosis 1 كونت عندنا خليتين كل واحدة بها 23 كروموسوم، and every chromosome consists of 2 sister chromatids. بعدين هاي كل واحدة من الخليتين الناتجتين راح تدخل in meiosis 2، and again there are 4 phases: in prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. وهاي الشينجز راح تنفصل لنا السيستر كروماتيدز، بحيث كل خليه ناتجه راح يصير بها راح تكون هابلويد او بها 23 كروموسوم. 23 كروموسوم، هاي تقريبا تفاصيل الميوسيس. هذا الريفيجن لها. اعتقد اليوم نكتفي بهذا الحد، نكمل ان شاء الله المحاضره الباقيه نكملها الأسبوع الجاي. شكرا لاستماعكم، وألتقيكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. أي أسئلة عندكم تقدرون تطرحوها بالكلاس روم وأنا أجاوبها. هالأسبوع شوي تأخرت بتحميل المحاضرة البي دي اف، بس موجودة المحاضرة السابقة، وإن شاء الله اليوم أو باكر أحمل المحاضرة مع
مالت اليوم PDF مالت محاضرة اليوم، وأحاول الفيديو همين أحمله. شكرا لكم، ونشوفكم الأسبوع الجاي، نلتقيكم. أي أسئلة عندكم تقدرون تطرحوها، وإن شاء الله أنا أجاوب عليها. شكرا جزيلا، مع السلامة.